هو إبليس ما كان من الملائكة أبدا، لو كان من الملائكة ما عصى ربنا سبحانه وتعالى، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأرى ربنا سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال حسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، ولكن وصف إبليس بالشيطان بعد ما عصى ربنا سبحانه وتعالى، لأن الشيطان تطلق على كل من عصى ربنا سبحانه وتعالى وتمرد وطغى وتمادى في المعصية. فممكن أن الإنسان يوصف بالشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن. فإذا الشيطان هي وصف لمن تمرد على أمر الله سبحانه وتعالى وتمادى في هذا التمرد. وإبليس كان من الجن قطعا، لم يكن من الملائكة، لو كان من الملائكة ما عصى ربنا سبحانه وتعالى أبدا. حتى الجن وصفوا إبليس بالشيطان، وأنه كان يقول: سفيهنا على الله شططا، أي سفيهنا هو إبليس، كان يقول على الله شططا، أي يأمر أتباعه بعبادة غير الله. فكان يوصف ربنا سبحانه وتعالى أو يمثل ربنا سبحانه وتعالى في عقول بعض الناس بأنه يتمثل في حجر أو في الشمس أو في القمر أو في النهر، عبادة شيء لا ينفع ولا يضر. طبعا بلش الصراع بين إبليس وبين بني آدم في اللحظة ربنا سبحانه وتعالى أمر فيها الملائكة السجود لبني آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس أرفض أمر ربنا سبحانه وتعالى وتمادى وتمرد، فسأله ربنا سبحانه وتعالى قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إذن إنه هو من الطين وأنا من النار، أنا أفضل منه. طبعا هذا الرد فيه من التمرد والاتهام في حكمة الله سبحانه وتعالى، وكان إبليس يقول ربنا سبحانه وتعالى إنه أنت أمرك ما في حكمة، أنا خير منه، كيف بتأمر الأعلى إنه يسجد للأدنى؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له: فاخرج منها فإنك رجيم. إبليس عندما شاف القضية إنه فيها طرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إذا قرر بأنه مش أنا لحالي راح نطرد من رحمة الله، ولكن بدي أجعل بني آدم يكون شركاء معي في الدخول في جهنم مطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني إبليس بده يبين إنه بني آدم لا يستحق التكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي أقسم بالله سبحانه وتعالى إبليس بأنه بده يغوي جميع بني آدم. فهذه اللحظة وهذا الحدث الأصلي خلينا نأخذ الحذر من هذا العدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وربنا سبحانه وتعالى بيّن إنه أنا بدي أرسل إليك الهدى، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإذا الحرب القائمة بين إبليس وبين الإنسان بدأت في هذه اللحظة، فلازم ندرك بأنه أرض المعركة بين إبليس وبين بني آدم هي أرض القلب. هذا المكان هو فيه الصراع بين هدول العدوين، بين إبليس وبينك أنت يا إنسان. فهو بيعمل على إضلالك، وشغله شغله خفي داخل صدرك، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذا القلب يحيا أو يحيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويموت ويهلك ويصبح خاوي على عروشه إذا ابتعد عن أمر الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا في الاستجابة لأمر الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حياة، والابتعاد واتباع إبليس فيه الهلاك وفيه الدمار وفيه كل شيء يؤدي إلى الضنك والضيق. أيضا ربنا سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي يحيي الأرض، أي أرض القلب. فهذا القلب هو موقع الصراع، لأن هذا القلب هو موقع التوحيد. فإذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بأن هذا قلبك حي بطاعة الله سبحانه وتعالى، سيحيا جسدك، ستحيا حياة طيبة. فمن هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. أيضا القلب ومحط نظر الخالق سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذا القلب هو محط الحرب والاستهداف لهذا الشيطان وهو إبليس. فوجب علينا الرباط على ثغور هذا القلب، هذا القلب له ثغور وإله مداخل، فوجب علينا أن نرابط على هذا القلب حتى نحميه من دخول أي شيء
من العدو إن يتسلل إلى هذا القلب. كما للعالم الإسلامي ثغور وجب على المسلمين الرباط إليها، أيضا القلب إلى ثغور وجب علينا أن نرابط على هذه الثغور. ولكن كيف نرابط على هذه الثغور وإحنا ما بنعرف ثغور القلب؟ ثغور القلب نوعين، النوع الأول ثغور ظاهرة وثغور باطنة. الثغور الظاهرة هي السمع، البصر، اللسان، هذه من الثغور الظاهرة. أي هذا الثغر اللي هو السمع ما بدي أدخل عليه شيء إلا بعد تصريح من الشرع، يعني بدي أسوي عليه محسوم. أي شيء بدي يدخل هذا الثغر، ثغر السمع، بده يعدي على الكتاب والسنة قبل ما يدخل، حتى ما أسمع النميمة والغيبة والخوض في الأعراض، لأن هذا الثغر إذا دخل أنشأ البغضاء بين المسلمين، أنشأ الكراهية بيننا. أيضا من الثغور هي ثغر البصر، أنت ما تتطلع إلى الحرام، هذا الثغر لازم تكون مسوي عليه محسوم، إنه ما يدخل على شيء من البصر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى أو الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني تطلع ما تنظر إلى المحرمات، إلى العورات. أيضا من النظر إنك ما تنظر إلى الخلق بعين الاحتقار، نظرك إلى المحرم وإلى عورة الآخرين مثل النظر إلى الخلق بعين الاحتقار، أو النظر إلى الدنيا بعين التعظيم. ما تنظر إلى الدنيا بعين التعظيم، هذا الثغر من الثغور بيخلي القلب يتعلق بالدنيا. أيضا لما تنظر إلى الخلق بعين الاحتقار هو ينشئ في القلب التكبر على الخلق. شفت كيف البصر هو الثغر من الثغور الذي يؤدي للتسلل إلى القلب. أيضا من الثغور هو ثغر اللسان، إن أنت تتكلم ما تتكلم إلا بالشيء اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى، ما تتكلم أي شيء قبل ما تعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قبل ما تتكلم احسبها، قبل ما تحكي راجع الكلمة اللي بدك تعملها، لأن هذا ثغر من ثغور القلب. أيضا النوع الثاني من الثغور هو الثغر أو الثغور الباطنة، هذه الأخطر. ثغور الباطنة هي من أخطر الثغور التي يتسلل فيها إبليس إلى قلب ابن آدم، وهي الخواطر. يعني أنت تخطر ببالك شيء، هذا الخاطر اللي بنشئ في نفسك من وين أجاك؟ هذا الثغر بدبك فيه إبليس وإنت ما بتشعر. فنبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخواطر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن للملك لمة وللشيطان لمة، لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالشر، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. فاللمة هي آل الخطرة التي تنشأ في قلب ابن آدم. أنت لما تكون تتكلم أنت وواحد ممكن تتكلم كلمة عابرة مش قصده، ولكن بيجيك بيس بيقول لك هذه الكلمة اللي قال لك عنها فلان قصده فيها واحد اتنين تلاتة، فهو بيزرع فيك الكراهية وبيصير يأول الكلام عن طريق الخواطر في النفس. فأنت بدك تحذر من هذا الخاطر، إنك إذا كان خاطر شر هو من الشيطان. أما الخاطر الثاني النوع هو خاطر خير، في خواطر خير تأتي من الملك. فأجى واحد من الأعراب إلى ابن عباس ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا ابن رسول الله أو يا ابن عم رسول الله، أنا بقول في آية إلا اللمم هو من لم بالمعصية مرة. فقال له ابن عباس رضي الله عنه والله ما ألقاها عليك إلا ملك كريم. إذن في خواطر خير هي من الملائكة التي تحثك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن في هناك خاطر يعني خطر جدا، هو خير في ظاهره ولكن في باطنه شر، في ظاهره خير ولكن في باطنه شر، وهو خطر جدا جدا جدا، هو الدفع. إبليس بيدفعك إلى أمر فيه خير ما وراءه شر، يعني هو عملية استدراج. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فأفضل أو أوضح مثل على هذا الخاطر الخير وهو في حقيقته شر، يعني مغطى ملبس بشيء ظاهره خير ولكن في حقيقته الداخلية شر، هو الرجل أو الثلاثة اللي راحوا يجاهدوا اللي خرجوا إلهم أخت، فضعوا أختهم قالوا بنا أختنا نأمنها عند واحد صاحب دين وتقوى، وإحنا بدنا نطلع إلى الجهاد، فقبل ما نطلع بدنا نأمن على أختنا حتى واحد يقدر يأمن لها حاجاتها وأمورها وهي في بيتها. فدوروا على أكثر واحد عندهم عابد في المدينة، فراحوا له وقالوا له أختنا أمانة عندك،
شو بتحتاج تلبي لها قبل ما نطلع احنا للجهاد وبنرجع. طبعا هذا العابد كان فعلا هو رجل تقي يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن صار لما يجيب شوية الأكلات وهي شوية الأغراض لهذه الامرأة يحطها باب داره ويقول لها اليوم الفلاني بتيجي بتاخذ أغراضك تلاقيهم جاهزات. فهذه البنت صارت تيجي تاخذ أغراضها من باب بيت لهذا العابد. فجاء إبليس بخاطر الخير فقال له أنت بدل ما تحطها خذ أغراضها حطها باب بيتها، ريحها بدل ما هي تيجي تاخذهم أنت حطها، هذا فيه خير إلك أكثر، أجر ثواب أكثر. ففعلا هذا العابد أخذ هالأكلات وصار يحطهم وأغراضها باب بيت هذه البنت المؤمن عليها من إخوتها الثلاثة، صار يحط الأغراض ويروح. فجاء إبليس بخاطر الخير قال له هذه البنت وحيدة وما حدا بيونسها وما حدا بيحكي معاها، والإنسان طبيعته أنه بيحب يتونس مع الناس يتكلم مع الناس، فأنت لما تودي لها الأغراض من ورا الباب يعني ما تفتح الباب ولا تشوفها ولا شيء، أنت حط الأغراض ورا الباب وقعد اتكلم معها، اسألها بدها إشي بدهاش إشي، أنه يصير في لسان حال بينك وبينها اللي تتونس اللي تتسلى. وفعلا هذا العابد صار من باب الخير والأجر والثواب يودي هالأغراض ويتكلم مع هذه البنت كلمتين حتى يونسها. ولكن بعد فترة أجا أيضا إبليس الشيطان في خاطر الخير قال له يعني انت لحالها وما بشوفش حالها، لو انت تكلمت معها فتحت هالباب دخلت عندها صليت اذا قضيت لها حاجة عندها في البيت جوا، ففعلا دخل تم يستدرج فيه الا ان وقع بفاحشة الزنا، بدأ من عمل الخير وانتهى بالزنا. فهذه البنت طلعت حامل، فقال هو والبنت اذا اجوا اخوتك الثلاثة لقوا انك حامل من وين فهذا خطر عليك وعلي، فهات نقتل الولد وما حدا شاف حدا. وفعلا قتل الولد ودفنه، بعدين حط راسه هل العابد ينام. اجا ابليس عاود شو قال له؟ قال له يمكن هذه المراه او هذه البنت تكون عندها العاطفه جياشه تجاه ابنها، وعندما يجي اخوتها يمكن انه يقعد تحكي لهم تعترف لهم انه هذا قتل ابني وانتم اللي امنتوه واعتدى علي، فراح حمل حاله قال له ابليس اقتلها، فراح قتلها ودفنها جنب ابنها. إذن خاطر الخير وصلوا إلى الزنا ثم إلى قتل طفل ثم إلى قتل امرأة. وفعلا بعد ما دفنها عند ابنها رجعوا الثلاثة الإخوة، فعندما وصلوا سألوا العابد وين أختنا، فذكر لهم قصة من عنده وإنها توفيت ودفنت. فراحوا دول الثلاثة اللي كانوا في الجهاد ورجعوا ناموا، فأجاهم إبليس لأول واحد قال له صار مع أختك وذكر له القصة، وجاء للثاني وجاء للثالث وقال لهم إبليس في المنام إنه هيو دفنها هي وابنها في المكان الفلاني. وفعلا قاموا الثلاثة تاني يوم، فكل واحد ذكر الرؤية أو الحلم اللي شافها، فقالوا مستحيل إنه إحنا الثلاثة نشوف نفس الرؤية ونفس الحلم إنه يكون صدفة، فحمل حالهم وراحوا إلى المكان اللي شافوه في المنام وفحروا، فلقيوا البنت اللي هي أختهم ولقيوا ابنها مدفون، فمسكوا هذا العابد وصلبوه. وعندما صلبوه صار العابد بده أي شيء ينجي، فأتى إبليس. تعرف أنه إبليس أو هذا الشيطان اللي هو خلاه يقتل ويزني، وهو نفسه اللي راح قال لإخوتها الثلاثة إيش سوى هذا العابد مع أختهم فصلبوه، فأجاه هذا الشيطان قال له بدك أنجيك أنا بنجيك وبخليك تطلع من هذا المأزق، بس بدي منك شغلي إنك تسجد لي. ففعلا سجد لهذا العابد للشيطان حتى نجي من الموت. فانظر خاطر الخير اللي هو مساعدة هذه البنت وصل إلى القتل البنت وابنها والزنا ثم الكفر بالله سبحانه وتعالى والسجود للشيطان. فإذا هذا الخاطر هو ثغر من ثغور اللي يتسلل إليها الشيطان إلى هذا القلب، فلازم تحذر إن خاطر الشير من الشيطان وخاطر الخير من الملائكة، وأيضا في خواطر الخير ولكن في حقيقتها شر بدك تحذر منها ما تقع فيها. أيضا في خواطر في النفس، النفس إن النفس لأمارة بالسوء، هذا خاطر من الخواطر اللي بيحدثك إنه هذه النفس تطلب أمور تغضب الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم وذهب هذا الخاطر اعرف أنه من الشيطان، لأن الشيطان يذهب بذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا ذكرت ربنا سبحانه وتعالى وهذا الخاطر لم يذهب اعرف أنه منين؟ من النفس، فهذه النفس بدها ترويض ما بدها مسايرة لأنه تؤدي بك إلى الهلاك.